نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن النهارده في ارتفاع في درجات الحراره وفي برضو نسبه من الرطوبه، فممكن حضرتك تعرفينا على التفاصيل؟ بالفعل اليوم هيكون في ارتفاع اخر طفيف ومؤقت في درجات الحراره، ويمكن اليوم هيكون ذروه ارتفاعات الحراره خلال هذا الاسبوع، لانه متوقع العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 37 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بتاثير منخفض الهند الموسمي، لان احنا متاثر بكتل هوائيه معظمها قادمه مع امتداد منخفض الهند الموسمي من على البحر المتوسط محمله بكميات من بخار الميه، فهتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه، بالاضافه كمان في طبقات الجو العليا بياثر علينا امتداد مرتفع جوي، المرتفع الجوي ده هيعمل على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض وايضا ارتفاع درجات الحراره، فبالتالي احنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحراره وارتفاع في نسب الرطوبه، وده اللي هيخلينا نحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه في القاهره الكبرى والوجه البحري وايضا شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، اجواء حاره رطبه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط ده خلال فترات النهار. وجود نسب رطوبه كمان هتخلينا نحس ان العظمى على القاهره الكبرى لو تكون 39 او 40 درجه مئويه بسبب ارتفاع نسب الرطوبه. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا هيحصل انخفاض في درجات الحراره، هنحس بيه اكثر في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. اجواء فتره الليل هي اجواء معتدله على المناطق الشماليه مائله للحراره على المناطق الجنوبيه، خاصه كمان ان مع فترات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات واهمهم طبعا القاهره الكبرى والشمال الصعيد وجنوب سيناء، نشاط الرياح اللي هيبقى فتره المساء وساعات الليل يقلل احساسي بعض الشيء من نسب الرطوبه الموجوده في الجو شويه الاجواء بعض الشيء. بالاضافه كمان مع وجود المرتفع الجوي لطبقات الجو العليا نسب الرطوبه عاليه كمان على سطح الارض، في شبوره مائيه بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. يمكن كمان اليوم في اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، حركه الملاحه البحريه او البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، مهم جدا بس النهارده ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا بقدر الامكان، لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس الشمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، تبقى دسه الميه موجوده في ايدي على مدار اليوم، مهم كمان خلال الفتره دي ان احنا نتابع النشرات الجويه بشكل يومي، ان شاء الله التحسن في الاحوال الجويه هيكون من يوم السبت المقبل، يعني مطلع الاسبوع اللي جاي يبدا في منخفض جوي طبقات الجو العليا ياثر علينا، تبدا درجات الحراره تدريجي تعود للمعدلات، خاصه كمان ان سرعات الرياح هتبقى واضحه بشكل كبير تقلل احساسي بنسب الرطوبه الموجوده في الجو. إن شاء الله. وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 37-25، الإسكندرية 33-25 والعلمين الجديدة 32-24، مطروح درجة الحرارة العظمى فيها 32 والصغرى 24 ودمياط 32-25، بورسعيد 33-24 والإسماعيلية 38-26. نروح لمحافظة السويس، العظمى 37 والصغرى 25 والعريش 34-24، كاترين 35-19 وطوبة 36-26، حلايب 33-29 وشلاتين 35-31، شرم الشيخ 40-31 والغردقة 41-31. في الفيوم 38-26 وفي بني سويف 38-25، في الوادي الجديد 43-26 وفي أسيوط 39-25، سوهاج 40-26 وفي قنا 41-28، الأقصر 43-28 وأسوان 44 والصغرى 29. وكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لشاذلي وجمانة ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة شكرا لك مرة تانية. شكرا.